مجموعة الروك بابل مجموعة المغربية ومعي أحد أفراد المجموعة واللي هو تتكلم باسم ديالهم اللي هو كتب كذلك كلمات هالأغنية عديل. أهلا بك عديل. أهلا أخي منتصر. أهلا. مبروك العيد. الله يبارك فيك. مبروك العيد جميع المغاربة وإذاعتكم الجميلة جدا. إذن تعودون بأغنية جديدة ولكن دائما أوفياء للسي ديالكم اللي هو الروك. صحيح. كما عرفتونا من البداية احنا في دال هذا الستيل اللي تنديره ودابا الحمد لله خرجنا بالأغنية اللي سمعها الجمهور على أثير ميديان. ميديان It's corrosion. Alors, الأغنية جميلة وهي تتكلم على يعني خاصنا نشرحوا الناس لأن ماشي كل شيء يجيد الفهم الإنجليزية يعني تتحدث كذلك على واحد حالة نفسية لأن ديجا لافيش اللي تنشوف أنا قدامي يعني عدة وجوه كاين واحد صراع كاين واحد صراخ تكلم لنا الفكرة ديال هاد الأغنية ديالكم مجموعة بابل. Alors, الأغنية ديال It's corrosion هي حالة ثانية اللي كما عرفتوا كان الأغنية اللي بقات هذه اللي هي ما نقدرش وكانت باللغة الدارجة هي نفس الشخصية اللي بتكرناها في الألبوم اللي سميته سفر فوياج هو سفر ديال نفسية ذاك الشخص اللي عندها بزاف ديال الحالات تتخبط في بزاف ديال المشاكل وحاولنا أننا نعبر عليها بالكلمات والموسيقى في هذا الألبوم. نعم إذن الألبوم فوياج كما قلتي تتحدث على هذه الحالة النفسية هي من الألحان يعني الأغنية ديال عمل جماعي مشترك لأنك كنتوا مع خمسة ياك دابا اللي كاين في فرقة بابل كاين من القدماء كاين ياسين جبلي وكاين دريس بن كيران كاين أنا وكاين محفوظ جنادي ودابا التحق بينا صديق عثمان العزام. إذن أنتم يعني أنا متبع البداية ديالكم يعني من خديتوا الجائزة ديال أفضل فرقة فوزيون في جيل موازين في 2011 من نزلتوا في 2019 وكنت جيت عندي تكلمنا على فيل سورايت اللي لقاتها هي نجاح كبير. احنا تنعرفوا بأن الموسيقى ديالكم تعانقون أصوات الآلات الحية يعني في دال هذا اللون الموسيقي. سؤالي لك عديل بحكم أنت يا تتعشق هذا اللون الموسيقي اللي هو الروك هل هناك جمهور باقي متبع الروك ولا سين ميوزيكال اندرغراوند ماشي في المغرب في الوطن العربي او في العالم؟ في الوطن العربي وحتى في المغرب راه كاين بزاف ديال الجمهور اللي عزيز عليه الروك وخصوصا دابا كاين واحد الموجه ديال الشباب عاوتاني اللي غادي ترجع للساحه اللي تتعشق هذا النوع الموسيقي اللي هو تيبقى عالمي حتى بالنسبه لاوروبا راه من بلجيكا الفوق تلقى الاغنيه الشعبيه ديالهم هي الروك الاسكندناف. It's corrosion وقت التغيير يعني ملي تقول وقت التغيير يعني التغيير في اللون الموسيقي أو التغيير في المواضيع ديالكم خلال هذا الألبوم اللي هو فوياج. هو التغيير كما شرحت قبيلة المبتغى من هذا الألبوم ديال فوياج أن الإنسان يشوف حياته بوزيتيف أن يكون إيجابي في الحياة وأنه يخدم على راسه وعلى الشخصية دياله باش ما يبقاش يتخبط مشاكل نفسية اللي لا تغني ولا تسمن من جوع كيقول لك تفاءلوا بالخير تجدوه. نعم. إذن الحياة تطلب منا أننا نعيش سعداء ونعيش في واحد رفاهية نفسية لأن حتى شي حاجة ما كتبهل. نعم ألوغ أنا متبع أن بو لا سويت ديالكم منذ البداية يعني من قطعة ما نقدرش هاد القطعة اللي غنيتوها بالدارجة تتحكي عن معاناة شخص يتحدث مع ذاته تبحث على الحل مع نفسه. هاد الأغنية اللي تهي تسلسل لمجموعة من الأغاني النفسية والاجتماعية تنحس بحال كاين صراع واش هادك ليطا دام ديالكم ولا حكم داكشي اللي تتعيشوا مع الناس حواليكم اللي تعودوا لكم قصص. قبل ما تعاود لي نسمعوا مقطع منها. بغيت ننسى الفاس باش نبدل حياتي من الأساس يعني كلمات بروفوند كلمات اللي كينوتوش. جاوبني على السؤال اللي طرحت قبل ما بسمعنا المقطع منها عادل
وانت دابا اللي معايا كون كانوا الافراد الاخرين يجاوبوا لنوجه لهم تحيه وانا عارفهم ما تسمعوا بزاف. نعم الله ما نقدرش هي من الكتابه ديالي ربما تتحدث على واحد الحقبه من الحياه ديال كل المراهقين. نعم يعني فاش كتكون كتوصل للمراهقه اللي كتكون هي حاله نفسيه شويه صعيبه كتدخل للرجوله. نعم يكون عندك واحد التخبطات نفسيه وكتبغي انك مثلا توصل في قرايتك توصل في الخدمه كتبغي تحقق ذاتك. نعم لا للمجتمع ولا للعائله ديالك ولا الاصدقاء. لهذا فاش كيكون السيترال كتصطدم بالواقع لان من الطفوله كيكون كلشي زوين كلشي كيبان لك جميل وفاش كتقدر تتحس بذاك الواقع وتتصادم بالواقع وكتعرف المشاكل الموجوده. نعم الو كيطرح السؤال تيقول علاش انا بوحدي اللي تطرى لي هذا. لهذا كان كلمات تتعبر على هذه الشخصيه هذه واللي هي بدايه لتخبطات اخرى نفسيه مع تعاقب ديال العمر وديال التجربه. سي دو لا فيلوزوفي سكو تي اون تران دو نو دير لا فلسفه. ايوا الفلسفه هي الفلسفه هي علم جميل جدا ونتمنى اننا زعما تقراو تعطاها في التعليم المغربي لانها كتنفع بزاف. نعم وانتم مجموعه اللي عندكم خلفيات فنيه مختلفه ولكن تبقى الروك العامل الاساسي اللي تجمعكم وتتحاولوا انتم يا تمجوا بين انماط موسيقيه عديده ولكن تدخلوا كذلك ما نساوش اللمسه الخاصه بالتراث الموسيقي المغربي وتدخلوا على الروك الدارجه. الموسيقى ديالكم راه غتوصل لانكم ماشي بديتم البارح. نقول الان راه انتم يا وصلتوا ومازال ان شاء الله الخير وكيما اوني دون لا بوزيتيف وما هو إيجابي أن غيكون شي حاجة زوينة المجموعة بابل إن شاء الله. نتمنى أننا نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا والناس اللي تتبعوا. نعم. تتبعونا وهذا على عاتقنا أننا نخرجوا شي حاجة اللي تكون جودة في الصوت وجودة في الصورة. نعم اذا الجديد ديالكم هو نزل لي فان اكيد راه متبعوا والناس اللي ما تعرفش مجموعه بابل هاي لوكازيون انكم سمعتم على ميدي 1. نتمنوا ان ترجع الحياه الثقافيه والفنيه ماشي غير في المغرب في العالم ونرجعوا ونشوفكم نتوما في لاسين لان الفنان بلاستو هي لاسين ياك عادل. صحيح الا ما كانش داك اللقاء مع الجمهور ديالو داك لا كونيكسيون مع الجمهور ديالو كيتكون شي حاجه ناقصه بزاف. نعم شكرا لك عادل وسلمي على كل افراد مجموعه بابل. سلم لي على مفيد سبعي وتحيه لي فان ديالكم وكل عشاق الروك. غادي نعاودوا نستمعوا للجديد ديالكم اتس كوروشن. اخر كلمه لك عادل. شكرا لكم لاذاعتكم اللي تشجع الفنانه بجميع اطيافهم جميع الانواع الموسيقيه ديالهم. شكرا لكم. كنوجه تحيه من هذا المنبر لجميع الافراد ديال فرقه بابل والى الاخ والصديق مفيد سبعي اللي ان شاء الله غادي نخدموا معاه بطريقه رسميه اللي غادي يكون المانجر ديال الفرقه ديالنا. واوجه تحيه خاصه للشخص اللي عمل الفيديو ليريكس. كيف جاك الفيديو؟ بارك الله عليك. لا بروف سي فيزيت لا هو من انتاج الموهوب طارق الرئيس من ابناء المحمديه. نعم شكرا لك اخويا. شكرا جزيلا. نهاركم مبروك.